مساء الخير واهلا بيكم. جمالك حاجه تهمنا، وانا طبعا بشجع الرجاله والستات ان هم يهتموا بالجمال. الحلقه النهارده حلقه مهمه جدا، هنتكلم فيها عن اول حاجه الشعر، لان الشعر ده مهم سواء بالنسبه للرجاله على فكره او الستات. كمان هنتكلم عن كل الكورسات اللي بنهتم بيها ببشرتنا، وازاي نقدر يعني نرجع النضارة ويبقى دايما شكلنا صغير. كلنا عايزين نبقى دايما شكلنا شباب. برحب بضيفتي دكتورة أمنية أبو الخير، أخصائي جلدية والليزر بمراكز نبط، وعضو الزمالة المصرية للأمراض الجلدية، وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل. مساء الخير يا دكتور. منوراني، أول مرة تشرفينا. في البداية كده إيه، خلي الناس تبقى دايما كده يعني إيه معانا، عرفينا وقولي لنا إيه الخصومات اللي مراكز نبض بتقدمها، عشان طبعا الناس كلها على فكرة بتقعد تتفرج علينا عشان تعرف الخصومات عشان تاني يوم تيجي تتابع. طيب احنا عندنا خصومات اب تو 50% على كل خدمات اللي المركز بيقدمها، سواء ليزر، سواء حقن، سواء جلسات نضاره، سواء جلسات علاجيه، اي حاجه المركز بيقدمها عندنا دلوقتي خصم يصل الى 50%. يعني العروض بتاعت مراكز نبض خصم يصل الى 50%، ده معناه يا جماعه ان في حاجات عليها 10، في حاجات عليها 20، 30، 40 لحد 50. بالظبط كده. وكورسات كمان برضو، كل حاجه كل حاجه كل حاجه. طيب تعالي في البداية كده نتكلم عن أنواع البشرة، وإيه الكورسات اللي بتناسب كل نوع من أنواع البشرة. طبعا في بشرة دهنية، في بشرة عادية، في بشرة جافة. هل الكورسات دي بتفرق من بشرة للتانية؟ أكيد طبعا. هو إحنا كمان دلوقتي طالعين من فصل الصيف، ويعني عشنا الصيف بمشاكله، بالبقع، بالتان، بالمشاكل الكتيره قوي اللي بتواجهنا في فصل الصيف. لا بصي، التان ده مهم جدا، انت عارفه كل بنات مصر دلوقتي بتهتم بالتان، والتان ده أكيد. يعني اكيد، بس يعني في مشاكل بتيجي كتير من الصيف، تصبغات، بقع، حاجات كتيره قوي بتقابلنا خلال فصل الصيف. لما ننزل بسين كتير وفي كلور في الميه، كل ده يعني بيأذي بشرتنا بشكل ما. ايه ده الكلور اللي في ميه البول؟ طبعا كل دي كيماويات بتضر البشره جدا. دي معلومه بقى انا اول مره اعرفها. لا 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 طبعا، دي كلها كيماويات بتضر بشرتنا جدا. فاحنا يعني خلينا نقول ان احنا بنسعى ان احنا بشرتنا تبقى نضره. طب نضره معنى ايه؟ معنى اللي هي تبقى مشدوده، جميله، تبقى خاليه من العيوب، خاليه من البقع. مش معنى ان انا بشرتي بيضة ان انا كده جميله، لا، انا الجمال عندي ان انا اكون بشرتي متجانسه مع بعض، ما فيهاش بقع. ما فيهاش يعني حبوب. بصي الصوره دلوقتي اللي موجوده على السكرين ده نص قبل ونص بعد. بالظبط بالظبط. لا، هو اليمين ده البشره نضره، الشمال بشره مجهده. فيها بقع، فيها تجاعيد. احنا عايزين نوصل لليمين ده، يعني احنا هدفنا ان احنا نبقى بشرتنا مشدوده ونقيه زي اللي على اليمين. تمام. طيب لو انا بتكلم عن فصل الشتاء والمشاكل برضو اللي هتقابلنا في فصل الشتاء، ده الفيديو ده، انت هنا بتعملي ايه؟ الفيديو دوت احنا بنعمل بلازما، احنا بنحقن بلازما هنا في بنحقن بلازما. البلازما دي بتعمل ايه؟ يعني انا لما اجي دلوقتي مراكز نبض واقول انا عايزه احقن بلازما، بحقن البلازما دي بتعملي نضاره؟ هو انت بتيجي مراكز نبض والدكتور يشوفك ويقرر انت محتاجه ايه، لان دي مشكله كبيره قوي بتواجهنا الفتره ديت، ان هي تيجي المريضه تقول لك ايه، انا عايزه اعمل بلازما زي صاحبتي، او انا عايزه اعمل فيلر زي جارتي. لا، الكلام ده غلط. هو الدكتور بيشوفك ويشوف انت محتاجه ايه. المرضى عندنا بينقسموا لنوعين. نوع هنا بتسحبي، بنسحب العينه وبعد كده بنفصلها في جهاز معين، وبنفصل السائل الاصفر اللي هو البلازما ده بقى، اللي هو الغني بالصفائح الدمويه. طب شجعينا، ده عليه عرض كام في الميه؟ 50%. 50% يا جماعه على عرض البلازما. بنفصل الصفائح الدمويه وبنعيد حقنها تاني في البشره. طب هي ايه الفكره في الصفائح الدمويه؟ الصفائح الدمويه دي فيها عوامل النمو. عوامل النمو دي لما بنعيد حقنها في البشره بتعمل دوره دمويه جديده، بتكون لنا ورده وشرايين جديده. فبيودي كميات كبيره جدا من الاكسجين للبشره. البشره بتتجدد. تاني حاجه لقينا ان احنا مع استمرار الحقن طبيعه الجلد نفسها بتتغير. يعني زمان كانت المريضه اللي تجيلنا عندها لاد سودا نقول لها ما لكيش علاج عندنا غير شويه مثلا فيلر او حاجه. لا، دلوقتي انا مع حقن البلازما او الخلايا الجذعيه قادره ان انا اكون لها جلد جديد،
افتح، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش تجاعيد، فهي بصراحه حاجه سحريه يعني للبشرة. يعني في كورس للبلازما وفي كورس للفيتامينز، في ليزر كربوني لو في بقع في وشنا او فرحنا مثلا بكره وعايزين حاجه تبان في وقتها، ده اللي بيسموه الهوليوود بيل. الليزر الكربوني بنحط ماسك كربون على البشره وبنمشي بليزر اندياج ليزر، ده في نفس الجلسه بتلاقي نفسك افتحيتي، وشك نور بقى، ناضر اكتر، خدتي دوش كده. يعني لو عندنا مناسبه بالليل نقدر نعمله الصبح ونروح المناسبه، ما فيهوش اي مشكله خالص. طب انا هسالك سؤال دلوقتي، قلنا ثلاث كورسات، هل كل كورس من دول يعني الايفكت بتاعه زي بعضه ولا ما هو الفكره احنا هدفنا ايه؟